نجوم مصر ونجوم الاهلي والزمالك كابتن ايمن منصور، منور الدنيا كابتن ايمن. ده نورك والله يا ابراهيم، وسعيد بيك وسعيد بالساده المشاهدين وسعيد بكابتن عمرو طبعا، حاجه جميله وصديق عمرو حبيبي يا كابتن، صديق ملاعب وحاجه يعني تشرف وسبب يعني. وسبب في الهدف الاغلى. لا مش انا. على طول قال لك لا مش انا صريح قوي. مش انا حبيبي، منور الدنيا كلها كابتن عمرو. ربنا يخليك ابو خليل وربنا يكرمك. انا مبسوط اني موجود معاك، وطبعا نجم مصر ونجم الزمالك كابتن ايمن منصور طبعا. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. قول لنا بقى السبب من عند مين عشان الجون ده اصله. برضه خلي بالك يا كابتن عمرو، بحس ان برضه الاجوال والماتشات دي رزق برضه يعني طبعًا. سبحان الله كابتن ايمن جاب جول، وشوف هو مخلد اهو بقاله قد ايه؟ 30 سنه بالظبط، من 94 2024. فقول لنا بقى الملابسات بتاعت الجون ده من ارض الملعب بقى. لا هي كانت الكره في نص الملعب، حصل وان تو ما بين الكابتن اسماعيل وكابتن ايمن. هادي يضغط، كان هادي في الحته دي. كان اشرف يوسف، كان اشرف يوسف بالظبط. هادي كان يضغط، احنا كلنا وقفنا ان المسافه لا يمكن انها تتوقع في حاجات كده، ما تتوقعش للتسديده. بص من جابها قبل ما تطلع القاوي قبل بالظبط. كابتن اسماعيل اشرف يوسف اهو، بص واشرف يوسف هنا. أنا كابتن اشرف هنا، هادي بص خلاص احنا وقفنا. أيوة. كابتن علاء وهادي وقفنا احنا الثلاثه. خلاص انت لا يمكن هتتوقع انها تتشاط في الوقت ده او في الدقيقه دي. بس هنا المفروض اللي كان يضغط كابتن هادي يضغط. هو اربعه. وهي رايحه فين؟ ده يعني حاجه ربنا بقى توفيق ربنا. هي لبست خلاص. عارفه مكانها فين. فطبعا انا برضو يعني الحاجة الحلوة ان انت خدت القرار في جزء من الثانية. ايوه انت كنت لسه بتسند عشان تشوف مين اللي هيساعدك من اللي جاي. ما كان لسه ايمانويل جنبي وجاي من ورا لسه. جاي من الناحية التانية. وكان على ما اظن كان خالد الغندور او عفت جاي برضو لسه متأخرين. فانت كابتن اسماعيل لحقها من على الخط، مش عايزة تخرج. ايوه لازم الفيرود الصح، لازم تاخد قرار، تاخد قرار وقرار يعني ان انت بترجم شغل زمايلك ده كله عشان انت الفيرود، انت اللي هتسجل. وبيصب ان انت هتسجل في مباراه طبعا قمه بين قطبي مصر زمالك واهلي. لا ده حدث كبير كبير يعني كلام. بتغير يعني الاجوال في ماتشات الاهلي والزمالك يا كابتن ايمن، بتغير في عمره وشكله ومشوار اللعيب؟ طبعا طبعا يعني. انا برضو يمكن كنا بنتكلم قبل ما نبدا الاستوديو طبعا. بتغير. انا قعدت 10 ماتشات ما جيبش اهداف. اول ما رحت نادي الزمالك. بس ديفيد مقاي بيقول لي انت بتعمل كل حاجه. وانت من احسن اللعيبه اللي في مصر اللي بتتحرك في المساحات. فطبعا قال لي انت بتعمل اللي عليك وزياده، بس زمايلك هم اللي بيسجلوا. انت مع مرور الماتشات هتسجل، وانا بس مش عايز منك اكتر من اللي انت بتعمله. تخيل الراجل الاجنبي بيقول لي كده، كان نفسيا بيعمل لي كويس طبعا. فانت جيت في مباراه النادي الاهلي، ربنا كرمني. كابتن فاروق كان يقول لي ايه، يا نمشي انا وانت، يا نقعد انا وانت. والله العظيم ماتش الدوري كان. مش ماتش السوبر. الدوري لا الدوري غير السوبر. فطبعا برضو ماتش، انا بتكلم على ماتشات الاهلي دي بتبقى فاصل. الاقي جبت سجلت هدف، وبعد كده جمهور نادي الزمالك قال لك احنا مش عايزين اهداف غير في ماتشات الاهلي بس. حاضر عينيا الاثنين، بقيت هنا اسجل في الدوري والحمد لله يعني واخد اربع سنين. مشيت هداف نادي الزمالك. كابتن عمرو عايز ارجعك بقى 30 سنه ورا، وقول لي الكواليس بتاعت اللقاء ده ما قبل اللقاء. يعني كان ساعتها دلوقتي مثلا بتقول، الناس دلوقتي بتقول اصل الاهلي افضل من الزمالك، الاهلي فرصه اكبر من الزمالك. في التوقيت ده كان مين الفرقه اللي كعبها اعلى؟ كان مين الفرقه اللي الناس كانت متخيله او متوقعه ان هي يكون ليها الغلبه في اللقاء ده؟ احنا كنا في الوقت ده واخدين بطوله افريقيا او مسافرين بقى، ويمكن سافرنا بطياره خاصه ساعتها، وكان معانا الجماهير. كان ساعتها التشكيل كان اول مره او تاني مره يغير هاريس طريقه اللعب. هو تملي كان بيلعب اربعه. لتاني مره بعد مباراه افريقيا سبور نلعب اتنين مساكين، انا والكابتن علاء ابو صادق ورانا ابو الدهب. وكان ساعتها الكابتن ابراهيم حسن ناحيه اليمين ومحمد يوسف ناحيه الشمال. كان نص الملعب كان هادي وكابتن رضا وعبد الجليل وكابتن حسام حسن وياسر ريان. انت في الوقت دوت خلاص انت
فكر انجليزي لألان هاريس انك تشتغل ازاي وتلعب ازاي، واحنا اللي محققين البطوله واحنا المتاكدين واحنا كسبانين دوري عام، انت مسافر تلعب مباراه من جوله واحده وبتلعب في دوله جنوب افريقيا، فعارف انت التحفيز باستمرار عكس الجهه الثانيه. كابتن جوهري هادي، مفيش لا بقى اي تصريح صحفيه، احتواء الفريق مع الدكتور محمود سعد والله يرحمه الكابتن عبد الرحيم محمد، هم كانوا الفرقه كامله. لو جيت بصيت في الوقت دوت هتلاقي احنا كنا متاكدين من المكسب وهم مركزين اكتر مننا. ايوه انتوا كنتوا واثقين زياده عن اللزوم. انت بتلعب في ماتش مش هتلعب في مصر، هتلعب بره، مش هيبقى فيه جماهير ولا من هنا ولا من هنا، فانت هتبقى عندك الضغط اللي عليك من الحته الجماهيريه مش موجوده، فانت مسافر هتلعب وانت متاكد انك هترجع من الماتش. كابتن ايمن، كابتن جوهري كان مميز قوي في الجزئيه اللي بيتكلم فيها كابتن عمرو فيما يخص التهيئه النفسيه، انه ازاي بيعرف يهيئ الفرقه اللي معاه سواء بقى مع الاهلي مع الزمالك مع منتخب مصر. كابتن جوهري طبعا الدماغ بتاعته ما شاء الله بيفكر لسنين، كمان كانت سابقاه بكتير، سابقه تفكيره لسنين كانت جايه كتير، كان دايما يقعد معانا ودايما يحفظ الخطوط الاول وبعد كده يجيب اللعيبه نفسها. فمنهم برضو انه لما جه كلمني قال لي يعني خدني كده وتمشينا في الملعب ده. الملعب ده كنا اللي فرق معنا ان احنا لعبنا كايزر تشيفز قبله في بطوله الابطال في نفس الملعب. فدوسناه قبل كده. وكمان ودانا كابتن جوهري قبل المباراه ب 10 ايام وخدنا احنا بعضنا ورحنا الحمد لله تعامل مع الجو. كان قال لنا هاتوا جزم لمؤاخذه المطر. وفعلا اللي حسبه لقاه، لان طبعا كان في مطر كتير جدا جدا في المباراه، ده اللي احنا مرينا بيه في التدريبات. فقال لي انت لازم رجلك قويه ولازم تبقى تصوب في زي ما كنت بشوفك في المنتخب. وضميتك عشان انت ما شاء الله بتتحرك كويس وعشان هداف وعشان التصويب ورجلك تقيله، ليه ما بتشوتش؟ فطبعا عنده الحاسه دي. قلت له لا ان شاء الله هتشوف المباراه دي حاجه تانية خالص. فطبعا تحس انه برده نفسيا واقف ويديك الثقه كبيره جدا ان انت في المباراه اعمل اللي انت عايزه. وبعدين دي مباراه معلش قطبين كبار طبعا، لازم القطبين الكبار دول فيهم لعيبه على مستوى عالي وفكري وذهني وبدني ومهاري وخططي، فلازم تستغل الفروقات ديت بينها وبينهم وبين بعضهم. صحيح. استغلها لصالح الفرق. فبالتالي كل واحد عليه دور. زي مباراه الغد ديت المفروض ان هي دي مباراه ان احنا كجمهور في مصر عايزين نتمتع بيها. طبعا عايزين نتمتع بين اهلي وزمالك ولاعيبه ما شاء الله كل واحد فيهم فرقه. في التوقيت ده كابتن عمرو مين اكتر لعيب كنت عاملين له حساب فرقه الزمالك؟ بص كل واحد كان يبقى في مركزه عايز يفكر في حته معينه. انا كنت مكلف بإيمانويل. كابتن علاء لا ده في لقطه كانت بين الشوطين في كره مشتركه بيني وبينه وهو كمل فيا جامد جدا. فكابتن طارق قال لي انت مستني ايه؟ لو كمل فيك اكتر قسمك نصين. انت بتحس عليه ايه العمدان النور اللي عندي دي تخش ازاي؟ فعارف يعني حته برضو انت بتفكر في انك انت مثلا كابتن السليم رحمه الله عليه وانت كره طويله وعايز تشيلها بالراحه كده، ام هو مكمل جامد. يمكن بعدها كمل في واحده في كابتن شوبير. فقال لي انت مستني ايه؟ راجل بيبطلك باللغه الكوره بيبطلك بيخش فيك بعنف جامد. قلت له طب خلاص يا كابتن ماشي. هو كان لعيب قوي وسريع ومهاري. لا انت بشماله وبيمينه وقوه بيقطع، لعيب كامل متكامل. من الناس بالامانه باللعيبه اللي انا يعني انا وحسام خدنا 8 سنين او 7 سنين في منتخب مصر. ما بنتغيرش. الحمد لله كابتن جوهري وجي فايتس بعديه وجي كان كابتن محسن صالح فتره. فالحمد لله الواحد مع إيمانويل في نادي الزمالك انا من اللعيبه اللي ارتحت لها. عملتوا دويتو جامد بالظبط كده، دويتو وتهديف وتحركات وفهمنا بعض. فبصراحه من اللعيبه الواحد كان بيحبها جدا وكان على طول فهمنا بعض بقى تحركاتنا ازاي، تهديف ازاي، نوسع لبعض ازاي. فطبعا لا لعيب مؤثر ولعيب كبير جدا طبعا.
اللقطات اللي احنا بنشوفها دي يا كابتن ايمن موريالنا ان اللقاء كان هنا وهنا، يعني شويه سيطره للاهلي شويه سيطره للزمالك، فرصه الاهلي فرصه للزمالك بالظبط. يعني ده برضو يعني من الحاجات الحلوه ان انت احنا عايزين نشوف بقى الحاجات دي في مباراه بكره. انت يعني الاثنين بيلعبوا برضو في اجواء عربيه وهي المملكه العربيه السعوديه، ملعب المملكه أرينا. طبعا انا شايف ان احنا ناس مستنيه مننا كتير واداء كبير جدا جدا، والفرقتين سواء اللعيبه ابراهيم المفروض ان هو يطلع احسن ما عنده. دي مباراه، ده حدث، والحدث ده انا الدنيا كلها العالم العربي كله بيتفرج عليه، صح، ومصر كلها بتتفرج عليه، وقطبين في مصر تقال قوي وليهم شعبية كبيرة جدا وجمهور كبير، فبالتالي لازم اللعيبة تحس الإحساس دوت، اللعيبة تحس إن هي نازلة وتركيزها كله إزاي إن أنا همتع الجمهور بتاعي. صحيح. لما أنا نزلت من المطار يا إبراهيم أقسم بالله اتشلت من أول ما نزلت، طلعت المطار من برة لغاية عربيتي 100 متر. يا نهار أبيض. 40-50 ألف مستنينك في المطار. وأنا مكسوف طبعًا وعمال أوطي كده عشان أنزل ومكسوف طبعًا، لأن طبعًا ده الحدث ده تخيل بيتكرر بعد 30 سنة. أنا عايز اللعيبة تحس الإحساس ده. صحيح. صاحبة نادي الزمالك برضو معلش لعيبة كبيرة ولعيبة تقال وأسامي كبيرة. فبالتالي المباراه دي بتاثر على 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 اللي جاي، فاللي جاي دوت يعني انا اشوف ان الناس مستنيه منكم كتير. ده اللي انا اقصده في حته ان اللعيبه نمره واحد عندهم، سيبك بقى من المدير الفني، ممكن هيحط التشكيل بتاعه، يحط التغيير، ممكن رؤيته للمباراه ايه، لكن اللعيبه انت عايز ايه؟ صحيح. عايز ايه في الحدث ده؟ عايز ايه في مباراه ده هي مباراه واحده؟ فطلع كل اللي عندك، طلع صحيح. كل اللي ما بدارك عشان طب يمكن ربنا يكرمك بهدف ويبقى برضو ذكرى وتاريخ. ما هو ذكرى وتاريخ هو من 30 سنة وهيفضل برضو بعد كده. انت مثلا كل لعيب من دول يحلم يفكر هيفرح جمهور وهيفرح مجالس إدارة وهيفرح أسرته وهيفرح يبقى تاريخ للنادي بتاعه. طب. فحاجات كتير جدا لنفسه هو. وتاريخ لنفسه يعني شوف احنا مثلا بنتكلم في مساحة كبيرة الحمد لله رب العالمين. ربنا بقى ايه يمكن حب يميزني شوية، قال لي طب خد الهدف ده بقى عشان ايه انت المجهود بتاعتك والتفكير بتاعك، وعلى مدار الموسم ده كله كنت هداف افريقيا. صحيح. في 94. فطبعا على المدار ده كله ربنا ختمها لي بحاجه حلوه، فده اللي عايزه ان اللعيبه تفكر في ليه. كابتن عمرو ده كابتن ايمن بيتكلم بقى على احساسه هو كسبان. كابتن محمد يوسف ايه الملابسات بقى بتاعت الطرد وعاش ازاي؟ يعني فكره ان لعيب يبقى في الماتش ويطرد وفرقته تخسر ماتش اهلي وزمالك ببطوله صعبه قوي، يعني صعبه. وبص كان في حاجتين في الملعب قبل طرد يوسف، اصابه الكابتن شوبير. ايوه كابتن شوبير كان اللي هي الكره اللي كانت معانا دلوقتي اللي هي بتاعت ايمانويل. قبلها اللي هو التدخل اللي كان ما بينهم هما الاثنين بالظبط، كانت ركبته كان بيزك وما كانش عايز يخرج. بس ما كانش قايل ولا مبين لنا خالص ان هو بيزك. خلاص انت شوبير بصراحه، ودي برضو من الحاجات الفنيات اللي هي ما مش اي حد يتحمل على نفسه عشان اكمل. عشان ده ماتش لا يقبل قصه. يعني المباراه بمشهد واحد اللي هي الكره دي. بص ده كمل 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 كمل، هدي لسه بقول لك التكمله بتاعته كانت يعني اذى. بعدها على طول كره يوسف واشرف. محمد يوسف واشرف يوسف. اما يوسف عدى الوقت بتاع جنوب افريقيا النفس بيبقى ضعيف شويه. فاشرف مسك يوسف من هنا. فيوسف مش قادر يتنفس فنطر ايده، فالحكم متابيلا ده جه سبرنت لقينا كارت احمر. احنا بص اللقطه لو شفت حسام حسن وبيبص هو بيحط ايده بيعمل ايه؟ هو بيعدل الشورت لقيناه بيطلع كارت احمر. لا بس راح خد راي الليمان. ليمان هو مش هو اللي بيدي القرار. ليمان قال له اللي هو ليمان هو اللي بعدها. يمكن اشرف في احد المواقع قال انه ما حصلش كده. هي الفكره ان يوسف زق ايدي عشان انا ابتديت امسك رقبته. بس كده. لا بس في اضافه يعني برضه عشان نكون صراحه، الحكم كان مستني ليوسف حاجه في ايه؟ انه اول 7 دقائق عمل تاكل مع حسين عبد اللطيف جايب رجله مقص جاله رباط وطلع. فالحكم كان المفروض هيديله طرد على طول.
فديت دي في الوقت الحالي وانت أيوة. مغمض طرد على طول فالراجل برضو طلع برضو ذكي ان هو ايه لسه اول 7 دقايق ولسه المباراه فبالتالي طويله فصعب ان هو يدي طرد في الاول راح مديله انذار اللي هو الاصل محمد يوسف بقى المفروض ان هو يبعد ما يبقاش في اي احتكاك مع اي لعيب مهما كان او حد عايز يستفزه لا فدي بقى اللي خلت الحكم الليمان اللي شافه مش الحكم الحكم كان مديله ظهره يعني طب كابتن عمرو كابتن ايمن تعالوا نشوف كابتن احمد سامي وكابتن طارق مصطفى قالوا ايه على ماتش القمه منها الى فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع كباتن مصر الكبار خليكم معانا قام الاهلي وفرص الاهلي هي اكتر على الورق بس طبعا ماتشات الاهلي والزمالك كلها مفاجآت ساعات بيحصل مفاجآت وساعات الورق والقلم هي اللي بتحكم بس هو في الاخر احنا عايزين طبعا ماتش كبير سوبر افريقي وفي السعوديه جمهور كبير عايزين نطلع بكره حلوه شكلنا حلو اللي كسبان نقول له تمام واللي خسران ما فيش مشكله ما يبقاش في احتقان ولا في وجع الدماغ اللي بيحصل في الاخر اللي احسن في الملعب هو اللي يكسب لكن انا فرص الاهلي هي فرص اكتر يعني هو نص الملعب يعني نص الملعب عنده دونجا وعنده عبد الله السعيد وعنده دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر الناحيه الثانيه امام عاشور واسمه ايه مروان عطيه وفي برضه حسين الشحات وفي بيرسيتاو لا في مجموعات الاثنين متوازنه في الاخر اللي هيقدر يعمل مبادره هيصعب الموضوع على طبعا يوصل ويعمل مبادره هيعمل مبادره هيصعب الموضوع مباراه الزمالك والاهلي دايما مباراه صعبه ما لهاش توقعات دايما كل الفريقين بيبقوا عاملين حساب لبعض لان هي مباراه خاصه مباراه بطوله مباراه انا يعني وجود الجمهور بيبقى شيء مهم جدا ودي الحاجه مساعدين انا بشوف ان المباراه صعبه على نادي الزمالك من ناحيه الدفاعيه بشكل كبير لان عنده مشاكل نادي الزمالك في الناحيه الدفاعيه واشوف ان السوشيال ميديا والدنيا كلها الاهلي عنده حظوظ جامده الاهلي عنده الاستقرار عنده الدوافع عنده واخد البطولات عنده امكانيات ماديه امكانيات لعيبه عنده فرقتين بصراحه فاشوف الزمالك لو كسب المباراه دي هيعدي خطوات كتيره جدا 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 عكس لا قدر الله لو اتغلب هتفضل المشاكل موجوده لان الزمالك بصراحه ما دعمش في الخط اللي محتاج يدعم فيه بصراحه في اماكن في نادي الزمالك كان لازم بشكل كبير تدعمها ولكن ما حصلش انما المباريات ديت نادي الزمالك عنده لعيبه كبيره ولعيبه خبرات وعنده كواليتي مختلف في نص الملعب والناحيه الهجوميه اتمنى ان الصفقات الجديده تكون عند حسن الظن يعني لا في كتير بس انت بتتكلم على زيزو بتتكلم على عبد الله السعيد ناصر ماهر بتتكلم على شيكا لو نزل محظوظ في الفتره الاخيره على النادي الاهلي بتتكلم على قفشه في النادي الاهلي بتتكلم على 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 لا امام عاشور نص ملعب النادي الاهلي النص قوي فلو نادي الزمالك خد نص الملعب اعتقد الامور هتبقى افضل نادي الزمالك لان نادي الزمالك نص ملعبه وجوميز بيعتمد على نص ملعب هجومي ولكن النادي الاهلي بيعتمد بشوف كولا بيعتمد 50 50 عندهم ناحيه دفاعيه وناحيه هجوميه ودي اللي بتفرق بصراحه في الماتشات الكبيره يعني مباراة السوبر الأهلي والزمالك الزمالك والأهلي شايف المباراة ازاي وانت عشت الأجواء دي وعشت مباراة القمة حسن والله أنا كان لي الشرف اللي أنا أنضم للنادي الأهلي وألبس تيشيرت النادي الأهلي ده حاجة كبيرة فلا أنا بتمنى المباراة يعني تليق باسم مصر يعني تطلع بشكل يليق بينا ويليق بمصر كلها لأن ده في الأول وفي الآخر برضو بيرجع لشكل الدوري بتاعنا وأسلوب الدوري بتاعنا ونقدر ان احنا الناس تبص علينا بص اقوى من السنين اللي فاتت فاحنا بتمنى لهم التوفيق والفرق الافضل يعني انا بتمنى النادي الاهلي لان انا عشت معاهم فبتمنى له التوفيق وبتمنى المباراه تطلع باسمي ليه باسم مصر يعني مين يتألق احسن والله انا بتمنى اللعيبه كلها تتألق لان النادي الاهلي نادي كبير وبس انا شايف يعني اللي هيلعب دور كبير يعني هو النادي الاهلي لا بصوره جماعيه مش صوره فرديه دايما فبتمنى التوفيق لحسين الشحات
وسام رغم ان هو بيلعب في مكانه، بس لا هو بيأدي بشكل كويس وبتمنى له التوفيق ان هو يأدي كده على طول. يعني ان شاء الله في الاول نتمنى انها تبقى مباراه كبيره تليق بفريق الاهلي والزمالك يعني، وتكون تشرف الكره المصريه يعني، لان الفرقتين تاريخ كبير وليهم قاعده جماهيريه مش في مصر بس يعني في الوطن العربي كله يعني. فان شاء الله تكون مباراه كبيره على مستوى الفنيات والروح الرياضيه يعني، والافضل يكسب يعني ان شاء الله. انا بشوف ان النادي الاهلي طريقه لعبه على الـ على الـ على الجماعيه يعني، مبني على الجماعيه يعني مش لعيب معين. وبشوف فريق الزمالك فيه لعيبه كبيره، كابتن عبد الله السعيد وزيزو، في ناس كتير يعني ممكن تبقى تقدم مباراه كبيره يعني. طبعا يعني الاجواء ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى اجواء مثيره، طبعا بتبقى ماتشات القمه دي ماتشات كبيره، ما تقدرش تحدد مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر في الماتشات الكبيره دي. بتبقى ماتشات مصيريه بتعلي جيل عن جيل يعني. 2020 بطوله نهائي القرن علت الجيل بتاعنا شويه عن الزمالك. بتمنى طبعا ان الماتش يخرج بشكل كويس يشرف الكره المصريه. اتمنى طبعا فوز طبعا النادي الاهلي، وان شاء الله جماهير الاهلي تفرح يعني الماتش ده. اكيد ماتش هيكون صعب طبعا على الفريقين، دايما ما بتبصش مين كان حلو الماتش اللي فات او مين كان وحش، فدايما تلاقي 50-50 يعني ما بين الفريقين، فاللي هيبقى احسن وارجل في الماتش هو اللي هيفوز يعني. مش هقول لك عايز مين يكسب لان عارف انت عايز مين يكسب، لكن عايز اقول لك مين يكون نجم المباراه من الفريقين يعني. اكيد المباراه دي دايما بيظهر فيها نجوم تكون بدايتهم، زي اسامه فيصل مثلا في مباراه الاهلي والزمالك كانت بدايته. يعني في الماتشات ديت ممكن تلاقي واحد كده ما حدش متخيله ان هو يبقى احسن في الماتش، وممكن تلاقي عامل ماتشات كبيره، بس هنا الفرقتين هنا دول فيهم لعبه كبيره ودول فيهم لعبه كبيره، فالماتش هيبقى صعب طبعا على الفرقتين. فبتمنى الفرقتين يعني التوفيق، ان شاء الله يعملوا ماتش كده يشرفوا الكره المصريه. وانا احساسي ضربات جزاء، هيخلص ضربات جزاء احساسي. لا الماتشات اللي زي دي تبقى خارج التوقعات، بتبقى ماتشات مش سهله، ماتشات ممتعه في اجواء كويسه. نتمنى ان يبقى ماتش يليق بالكره المصريه باذن الله. مش هيقول ان واحد هو اللي يكون احسن واحد، عشان اكيد كل حد هيبقى عايز يبقى كويس في الماتش. الماتشات دي اللي بتعمل اللعيبه الكبيره، فهو لازم يكون مركز طبعا زي الماتشات كلها يعني، بس الماتشات دي بالذات هو اللعيب بيكون مركز فيها قوي عشان ممكن تعمل لعيبه كبيره يعني. كابتن عمرو، اشرف داري يبتدي ولا لا، وطاهر محمد طاهر ولا بيرسي تاو؟ بص يمكن كولر عنده تحفظ في حاجه معينه، لو رجعت للمباراه بتاعه الدور الاول كان في 9 غيابات، كان بيلعب في روضه النادي الاهلي عمر كمال وطاهر وموديست، تمام، والديفندرين كان كريم نيدفيت وكوكا. مظبوط. انت دلوقتي عندك فرايتي من اللعيبه، عندك بلان ايه في كم من اللعيبه. كولر عنده مبدئين، اللي بيأدي الدفاع بنسبة 100% وبيأدي الهجوم 100%، هو اللي يبقى موجود وحاجز مكان. طبعا احنا مش هنقدر نتكلم ان وسام هو محور فكر كولر، راجل هداف دوري في نص موسم وأدى أداء رائع ونزل أو اشترك في جزء بسيط من المباراة الأولى. بيرسي تاو واحنا شفنا تألقه وبصمته الأولى في مباراة جورماهيا رايح جاي. حسين الشحات هو طابع بوصلة كولر في الاداء. يمكن اي حد يتكلم يقول لك امام اكرم، لا انا هقول لك الحاجات اللي زي دي، هقول لك يحيى عطيه الله، هقول لك حسين الشحات. في ناس عايزه تثبت ذاتها. اشرف داري لو لعب على حساب ياسر ابراهيم، احنا هنقول مش هنقول رامي احسن مواسم عمر رامي 2024 يعني، يمكن بعد احتراف محمد عبد المنعم رامي بقى في حته تانية، بيشتغل اداء في الكور الثابته وبيحلل اداء مع سعيد النحاس في الكور المتحركه، بقى ايجابيته دلوقتي بقى بيهدف. الله عامل الحته دي بقت عنده واضحه. انت بقى بتتكلم اشرف داري لاعب، احنا بنتكلم راجل لعيب دولي مغربي هيقول انا عايز اكون موجود لاول بطوله تحسب ليا مع النادي الاهلي. لسه كان معانا اخبار دلوقتي بتقول ان هو مكسر الدنيا 3-4 مكسر الدنيا. لو جيت حسبتها قبل اصابته مع المنتخب كنت هتلاقيه هو في مباراتين بتوع جورماه. نفس بزبور. الكلام الجهه الثانيه، الراجل عنده حيره بس عنده دكه او عنده كروت ذهبيه بره يقدر يتحكم في رتم المباراه. طب انت لو مكان كولر يا كابتن عمرو تبتدي باشرف داري ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم
عشان الانسجام والامان ما تغامرش في ماتش بطوله من ماتش واحد. احنا بنحب وما بننساش الحب بس لو كرهنا ما بننساش الكره. لو غلط غلطه واحده ما حدش هيقول اشرف داري بتاع منتخب المغرب ولا الكلام ده. لا مش محتاجه خلصها عليه خلصها على طول. لسه بقول لك شهاده ميلاد ايوه يا شهاده وفاه. طيب نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على تشكيله الزمالك مع كابتن ايمن منصور. خليكم معانا. كابتن ايمن ادينا التشكيله الامثل من وجهه نظرك لفرقه نادي الزمالك. انا اقول لك حاجه يا ابراهيم، طبعا انا هقول تشكيل وانت هتقول تشكيل وعمرو هيقول تشكيل، لكن الادرى بالتشكيل دوت او الاقرب مهما احنا قلنا المدير الفني طبعا. فطبعا جوميز ليه تخيل وهو القريب للعيبه وهو اللي هيتحاسب في الاول في الاخر. فطبعا كل واحد مدير فني ليه الفكر بتاعه، فاحنا بنحترم الفكر بتاعه. بس انا بقول ان برضو الفكر بتاعه ان هو في لعيبه جداد معاه وعايز برضو ان هو متحمس، بس ما يبقاش الواحد يعني يمكن اشتغل شغله التدريب ديت برضو 15 سنه، استغربت 15 سنه اخرهم كان دوري محترفين وشغلانه متعبه قوي. وفي علمنا ان احنا برضو ايه، في ناس ممكن تبقى بعيده عن الفورمه شويه، في ناس ممكن جايه راجع من اصابه، فبرضه بالتالي الملعب لسه بعيد عنهم، او الانسجام عشان ما نخلصش عليه مثلا او يتحرق بدري ممكن برضه نديله وقته. لكن احنا بنقول التمثيل الاقرب الناس اللي هو ممكن يشاركوا في المباراه اللي هم في انسجام مع بعض. ممكن تحط تشكيله والتشكيله ديت تبقى في دماغك ان انت تكسر الدنيا بيها، بس الملعب الواقع غير. طب على الورق كابتن ايمن في وجهه نظرك مين الافضل؟ عواد او صبحي ما فيش خلاف بالنسبه لي. الاثنين ما شاء الله زي الفل وحاجه يعني ما شاء الله. بس هي ان احنا مش عايزين لعب في التشكيل كتير او لعب في المراكز كتير، فده برضو ممكن انا ادخل لعيب جديد بس الملعب مش هيستحمل اكتر من واحد بكتيره من اللعيبه الجداد. لكن احنا بنقول مثلا عمر جابر ما هو مكانه الباك رايت تمام، المسلوسي او حسام دول تمام. ما شاء الله. مين بقى باك شمال؟ باك شمال ممكن بقى اللي هو حمدي ولا بنتاج؟ يعني انا بقول حمدي او بنتاج مش هتفرق لان الاثنين برضو حمدي لسه راجع برضو وان شاء الله ممكن يأدي في المكان ده. لكن أأدي او اثنين ثلاثة ممكن يقلبوا الفرق. أيوة. نيجي نص الملعب. نص الملعب انا بلعب مباراه بطوله وبلعب مباراه ذكرى كبيره جدا في الـ في الـ في الكره المصريه، فبالتالي احنا برضو لازم عشان اعمل حساب ان انا اخاف على المباراه في نفس الوقت ونفسها طويل. لازم برضو يعني مش هبدا انا العضلاتي وكده، وانا بلعب فريق برضو ليه كل الاحترام والتقدير في النادي الاهلي، واحنا قدامه فريق نادي الزمالك ده لعيبته تحترم وده لعيبته تحترم. انا شايف الفروقات بقى يعني في لعيبه اسامي تقيله هنا وهنا، لكن في عندك دونجا لازم امن نص الملعب. دونجا او شحاته مع مين بقى؟ مع شحاته. شحاته انا في وجهه نظر كمان لو انا عايز العب مهاجم او عايز ابقى اخد الاسبقيه، بس دي انا مش مستعجل في حاجه. دي مباراه بطوله مباراه بطوله مش سهله، كمان مباراه بطوله كبيره. ايوه. فطبعا انا يعني مش عايز اجازف بالمباراه بدري. فلازم الفكر بتاعي ان انا ماسك نفسي شويه والمباراه نفسها طويل. فليه اغامر مثلا او يعني احط اثنين في نص الملعب، عندي مثلا عبد الله السعيد وعندي ناصر ماهر. يعني دونجا وشحاته ومعاهم مين بقى كابتن ايمن؟ معاهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد زيزو وشلبي مصطفى والجزيري وسيف الجزيري. فطبعا حاجه زي كده انا بامن نص ملعب. انت بقى عايز مثلا ايه؟ في ناس هتقوم بدور لو ناصر ماهر مثلا هيبقى
رقم 6 او عبد الله السعيد رقم 6 جنب دونجا يبقى مثلا عامل راس مثلث مقلوب مع دونجا يبقى اتنين بيهاجموا مع سيف الجزيري يبقى ثلاثة في القلب والاتنين على الجناب ماشي. طب انت عايز مثلا المكان بتاع عبد الله السعيد او ناصر ماهر سيان اي حد فيهم يلعب مع جنب دونجا طب ما في طرف طاير مثلا عمر جابر او الناحيه الثانيه حمدي او اللعيب اللي هو اللي هو كولتشاك فطبعا لا اللي هو البنتاج حمدي بنتاج فطبعا لا ده طاير او ده طاير الثاني يقوم بشغل يخش على نص الملعب ده الفكر يعني التغييرات تبقى في اضيق الحدود بالظبط طيب كابتن عمرو مين اللعيب اللي من جيل 94 لو موجود دلوقتي الاهلي يبقى محتاجه ويعمل فارق مع الاهلي دلوقتي حسام حسن على وسام ابو علي طبعا طبعا كابتن حسام ده يكسر الدنيا كابتن ايمن مين اللعيب اللي في جيل 94 الزمالك محتاجه دلوقتي ايمن منصور والله فعلا بجد والله طبعا. يعني انا يعني الماتشات دي احبها جدا ودي الماتشات اللي متفصله فعلا يعني كنت احبها جدا توقعاتك يا كابتن عمرو بص هي ما فيهاش توقعات بس هقول لك بالحس اللي بالتمني نادي الاهلي يكسب وكشغل فني بقى بعيد عن التمني المعروف انت اكيد عايز الاهلي يكسب وكابتن ايمن عايز الزمالك يكسب طبعا انا بتكلم بقى فنيا انت شايف مين اللي كفته ارجح فنيا الاهدى واللي بيلعب جماعيه وليست الفرديه يكسب ويكسب كتير تمام كابتن ايمن ملوش مقاييس ملوش مقاييس ما اقدرش اقول لك مين اللي هيكسب ان مباراه بطوله لوحدها وهنا في لعيبه وهنا في لعيبه طب احنا بنختم ومسابقتنا للجمهور ان انتوا تتوقعوا مين اول لعيب هيسجل هدف في لقاء بكره مش شرط يكون هدف الفوز او هدف السبق بس اول فريق هيسجل هدف مين اللعيب اللي هيسجل هدف ده وطبعا انتوا بتبعتوا لنا من امبارح ولغايه بكره لغايه ضربه البدايه وصفاره البدايه وهنعلن على الفايز بكره ان شاء الله فهندخل كابتن عمرو وكابتن ايمن معانا المسابقه كابتن عمرو توقع بقى حسين الشحات كابتن ايمن لا تعليق لا قول لنا واحد لا هو في مثلا عبد الله السعيد يا زيزو كابتن ايمن نورت الدنيا الله يكرمك كل الشكر ليك نورت الدنيا والله كابتن عمرو الحقيقي نورت الدنيا كلها كل الشكر ليك نورت الدنيا كابتن مصر شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه نشوفكم بكره باذن الله على الف خير